نجلة عماد، وخلينا نشوف ايضا الفيديو. يا رب يا رب يلا. بطلة عراقية ومكافحة نجلة عماد، اللي هي بطلة بأعتقد تنس الطاولة، وحصدت على ميداليات ومثلت العراق خير تمثيل بالكثير من البطولات، والآن هي تفوقت ونجحت بالدراسة. مبروك لنجلاء ولكل الطلاب اللي نجحوا وكل الناس اللي درست وتعبت وكافحت لأجل النجاح، والناس اللي ما حالفهم الحظ بالنجاح أكو أدوار أخرى وأكو سنوات أخرى، وإن شاء الله الكل ينجح وما حد يبقى بمكانه.